بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المركز الثقافي العثماني، نكمل معكم محاضرات دورة إدارة المحتوى باستخدام الوورد بريس. توقفنا في المحاضرة الماضية على أو عند تركيب أو إنستول لنيو ثيم، وشفنا كيف هذا الثيم نقدر إن يعني نعمل له إنستول عنا، وكيف من خلال ايضا نعمل انستول للمحتوى اللي موجود فيه. المطلوب من الجميع اختيار مشروع الان للدورة. في نهاية الدورة لك تقييم على هذا المشروع، واللي يعني يا حبذا لو حدا اصلا يعني عنده استضافة بيقدر يستضيف في موقع يكون رسمي، بيكون أفضل إلنا، يعني يكون يعني عنده استضافة ويرفع يعني الموقع تبعه أو يشتغل مباشرة على الوورد بريس بيكون أفضل، أو يكون الفعالية يعني أفضل إلنا. طيب الآن بخصوص التنزيل أو بخصوص هذا الثيم، مين واجهته اي مشكلة او اي يعني احنا حليناه معظمها المرة الماضية، لكن مين ضل عنده في مشكلة على السريع بحيث انه احنا يعني نمشي في الموضوع اليوم، موضوعنا اليوم. هندسة انا عندي جبت ثيم تاني لمشروع يعني نعم بس ما زبطش احمل تم القديم، هذا هو الموجود على الجديد. كيف تم؟ طب ممكن تبعت لنا اياه الرابط، او ممكن تبعت لنا بحيث انه ايضا احنا مع بعض نشوف ايش المشكله. الثيم اللي انت موجود عندك اشارك لك الشاشه اورجيك كيف. نعم نعم ايش ال كيف الثيم هذا؟ طيب اعمل له اكتيفيت، اعمل اكتيفيت له، اعمل اكتيفيت. ايوه عملت دعست الاكتيفيت. طيب اي لما اجي فيزيت سايت كيف بتصير عندي؟ طيب تمام. الان انت مش ساحب انت ال فرجينا اللايف تبعه ايش هو. فرجينا اللايف اللي هو بقول لك في زورنا لايف، وين اللايف؟ وين هو اللايف الاساسي تبعه؟ يعني الموقع انت من وين لما جبته، وين هو الثيم تبعه؟ نشوف ايش هو الثيم. طب ابعت لي الملف نشوف ايش وضعه. الملف ابعت لي يا هذا ايش الرابط اللي انت نزلت منه. شباب حابين نعيد كمان مرة مع زميلكم ولا نخليه بعدين هو؟ يا شباب بس خلينا ناخذ اول رأي الطلاب اذا في عندهم. نعم رابط الثيم ملف الثيم ابعت لي بس الرابط عشان ابدا انزل من الرابط انا مباشره. طب لحظه لقيت ببعت ملف الوينر نفسه ولا من المتصفح؟ لا عند ابعت لي رابط الموقع اللي هو الثيم على الموقع اللي انت اخذت منه عشان انا انزله عندي. طيب الشباب الباقيين في حدا عنده يا شباب في حدا عنده اي سؤال او اي كذا؟ شباب الله عافيك.
الله يعافيك، تفضل. سامعينك يا، تفضل. كيف تحذفها؟ كيف لو بدي احذف كل الداتا؟ انت اول شيء كحذف لازم تخش على الـ يعني الماي ادمن هذه. لكن انت ليش بدك تحذفها؟ ايش المشكلة عندك؟ لانه انت حذف هذا خطير، يعني ايش بدك تحذف؟ ليش بدك تحذف؟ ايش اللي خليه اللي خلي انا سحبت من الشاب، واجهت نفس مشكلة الشاب لما غيرت من ثيم لثيم، ظل الداتا بيس تبعت الموقع الاول. يا شباب الآن الموقع الأول أنت هذا ثيم، تمام؟ الثيم هو باختصار، خلينا يعني شو اسمه، هان بدي أبين لكم هالشغلة، مش عارف إذا الشاشة الآن ظهر عندكم ولا كيف. الشاشة ظهر الآن، ظهرت ولا كيف لسه؟ طيب الآن يا شباب هذا طبعا يعني الواحد الورد بريس ثيم أو الثيم هو نفسه، هو يا شباب يعني عبارة عن إيش يا شباب؟ عبارة عن مجموعة من اللي هو الملفات اللي أنت يعني بيعملوا لك المظهر الخارجي للموقع تبعك، تمام؟ بمعنى انه انت البيانات نفسهم بتضل. اليوم انا الشكل هذا مش عاجبني، اللوك اليوم انا مش عاجبني، اللوك اللي هو او الثيم اللي موجود في بني واحمر واخضر وازرق، لا بدي ثيم اخر. مش عاجبني الصور تكون في الجهة هذه، لكن البيانات نفسها هي بتضلها نفسها لنفس الموقع. هاي المقصود بالثيم. البيانات اللي انت بدك تغيرها بتغيرها انت، بصير تعدل عليها انت. فهمت ايش القصد؟ ايش ايش الموضوع؟ فانت خطير خطير انه انت تروح تقول بدي احذف الداتابيس. الداتابيس هذه اصلا انت مفروض ما تقربش عليها. ليش هذا الكلام؟ لانه الداتابيس انت هي اللي مبني عليها الموقع، فاذا رحت حذفتها ولا اشي حيتعرف عليها. فلا تتقربش على الداتابيز، انت بتيجي بس من داخل الموقع تغير مين اللي هو اللي هو هذا الكلام. بس انا هنا في يعني عجبني اللي هو تعريف للثيم، كنت بس حابب يعني اشارككم اياه، بس مش عارف وين راح من يعني هذا الملف. كويس، نبقى ان شاء الله نعطيكم اياه للناس اللي بتحب مثلا دائما تكون عندها يعني كريفرنس، تفهم ايش الثيم، ايش كيف الثيم، عشان انت برضو فهمك له يعني يساعدك في فهم اللي هو مين هذا الموقع. طيب الآن ايش صار معاك؟ عشان اذا انت مطول نبدأ معانا. يا بعثت لنا حطيت هاي رابط الثيم نفسه على الدردشة، تمام؟ بس اذا في مجال عشان انا نثبت الثيم اللي ورجينا كيف نثبته ونسحب كل عناصره خلاف اداك، يعني اداك خلص وحط دردشة. ايوان هو هذا. ايش هذا؟ عبارة عن ايش هذا الاول؟ ايش عن ايش بيحكي هذا؟ سكول تعليمي. طيب ماشي، الان نيجي ونشوف هنا داونلود ننزله. طيب تمام، الان هذا الموقع
نشوف بس وين نزلوا عن النهاية. طيب تمام، ناخذ بس الرابط هذا هنا عشان عندنا بلاي سكول. تمام، نيجي الآن ونرجع على الهوم تبعنا، ونيجي هنا على الداشبورد، ونيجي هنا على أبيرنس، وناخذ ثيمز. تمام، هنا وين هو هذا؟ بدنا نعمل اد هنا، بس قبل الاد بدنا نتأكد من شغلة. يبدو انه في عندي تعليق انا في الانترنت. هندسة لو سمحت. لحظة بس شوية اشوف بس ايش التعليق هذا اللي عندي، بدي افصل عنكم شوية. طبعا هان نيجي نعمل انستول لهاي اللي هو ال هاي. تمام، نيجي نعمل اكتيفيت الو، هاي اكتيفيت انفعله، هاي موجود الان صار عندنا. طبعا بقول لك في نيو فيرجن. انت يعني ايش اول اشي بنروح نعمل فيزيت للي هو الموقع تبعنا ونشوف ايش اللي موجود عندنا. لاحظ انت زميلك بقول توي البيانات تبع، قلت لك انت ثيم هان، هدول بيانات هذه ايش الان شايفين انت الثيم اتغير لكن المحتوى زي ما هو. ليش؟ لانه انت هدول المحتوى تبعك، انت حاطط الصور هدول وحاطط الشغلات هذه، فهو حيجيب الموجود عندك. طيب الان نيجي احنا بنروح نعمل، نرجع على الداشبورد هنا، ونيجي هنا بالثيم تبعنا، او بنيجي في الصفحات تبعونا. قلنا كيف بدنا نصلها، نيجي للصفحه تبعتنا اللي هي الهي، نقول اديت بالايش بالالمنتور. تمام، ايش حيجيب لنا بالالمنتور؟ هاي بيعمل لنا لود. لاحظ هاي اجت الصفحه الرئيسيه الموجوده عندك. انت صفحتك هذا اللي هو الثيم اللي انت مساحبه يا يعني قديم شوية. تمام، ليش قديم؟ لاحظ هو ما اعطانا اللي هو خاصية انه احنا نسحب هيدي من كاستمايز، ما اعطانا اصلا يعني الاوبشن زي ما اعطانا الاولاني نسحب البيانات تبعته. فلاحظ حتى هو قايل لك هنا ابديت ناو، يعني ممكن انت تسحب لو نعمل ابديت ايش حيجي يعملنا، هل حيطلب منا؟ خلينا نشوف ايش الابديت ناو اللي هو يعني هاي عمل ابديت. طيب نفس المشكلة، يعني ما سحبش اللي هو المطلوب. لذلك انت نيجي الان اللي هنا بس نشوف الهيدر ايش الهيدر فيها. الهيدر عاد مش موجود، بدك تضيف بدك تضيف هنا صورة، لانه الصورة هنا مش موجودة. لو جيت هنا فيش عندنا هنا سيلكت ايمج او من الميديا بردك، حط لنا مثلا اي واحدة هنا. خلينا نحط مثلا اي صورة من هنا الصور الموجودة عندنا. ايش نختار مثلا؟ وين فيش اشي تعليمي هنا؟ اي صورة تعليمية؟ خلينا ناخذ هذه الصورة او الصورة هذه ونقول سيلكت. قول له هنا كبر، قول له سكيب كروب. لاحظ هي حط لنا فوق الهيدر تبعتنا. طيب الهوم، لو بدك تحط الهوم ايضا تقدر تعمله، بس احنا هنا واضح كيف انت بتعمل فيه بتغير. بس انا بقول لك الثيم اللي انت مختاره يعني مبين من وجهه يعني مبين يعني قديم شوية حقيقة، يعني مش
هالثيم. يعني انا لما اجيت، لما اخترت انا الثيم اللي اعطيتكم اياه، يعني كيف اقول لك، يعني مبين انه جديد، مش انه زي هذا. هذا اصلا مش معطيك اوبشن حتى انه انت يعني تختار منه او تنزل منه ال يعني ال يكون يعني مثلا على سبيل المثال، خلينا هنا الفري، وين الفري عندنا احنا؟ لاحظوا كمان الموقع هذا يا شباب، لاحظوا هنا عندنا احنا، يعني مثلا على سبيل المثال، لاحظ انه الثيم من نفسها بتكون مبينة جديدة. القديمة يعني مثلا تطلع على فرجيك قديمة، ممكن تكونش بتدعم اللي زي هيك، هذه اللي يعني شغلات مش يعني الناس المهتمة في الجيم، هذا مبين جديد. يعني برضو انت بدك تشوف اذا انت معني في موضوع الكونتنت تبعهم، مش معني في موضوع الكونتنت تبعهم هعلمك كيف انت تروح تضيف زي ما تو فرجينا. بس خلينا اول اشي احنا نتابع في مين، في يعني في الثيم تبعنا. تمام، واضح انه انت في ثيم بتدعم انه انت تسحب الكونتنت تبعهم، وفي ثيم لا، هو بقول لك انت حط اللي هو الثيم تبعك. بس انا بصراحة مش شايف اللي انت جايبه، يعني حاسه يعني مش هالاتراكتيف، مش كتير اتراكتيف بصراحة، لا الوان ولا ايش اسمه. بغض النظر عن اللي انا جبته، انا كانت الفكره كيف انه انا اطبقه كامل، فلقيت هو هذا الثيم اللي انا ماخذ، معناته انه عناصره مش كامله، بدي اقعد اضيف انا من اول وجديد. صحيح، ايوه بدك تضيف، وبدك تضيف، وبدك كمان يكون على زي ما تقول على يعني يكون نضيف عندك اللي هو المشروع. يعني انت شايف هي حط لنا الاكل في مشروعنا، فبدنا نروح نصير نقيم صور الاكل ونحط صورنا. تمام، الاطباء تعو الاسنان ممكن هياخدوا هذا، المحاميين او يعني كل واحد. هاي عندكم مشاريع كتير يا شباب، يعني عندنا احنا كم طالب؟ عندنا 17 او كم الموجودين، كل واحد بده يختار مشروع من هذا الموقع من مواقع اخرى. طيب نكمل اليوم ان شاء الله في شغلنا، نرجع هنا ونشوف، نرجع لموقعنا او للثيم تبعنا. طبعا انتم شايفين كيف نغير من ثيم لثيم، بنروح للثيم تبعنا وبنيجي نعمل هان اكتيفيت لمشروعنا هنا اللي احنا شغالين فيه. لاحظ هذا المشروع عشانه جديد وبدعم الاليمنتور، فكان يعني في عنا سهولة في التعامل معه. طيب نرجع الآن ونشوف الآن ايش الأقسام اللي احنا بدنا يعني نبدأ فيها لو جينا هان زرنا اللي هو الموقع تبعنا. لاحظوا يا شباب، اول اشي في عندك اللي هو المنيو فوق، شايفين المنيو انتو اللي فوق هنا، هاي المنيو، هذه المنيو اللي هي زي ما انتو شايفين الثيم هذا حاطط المنيو على الجهتين، حاطط على اليمين وعلى اليسار، حاطط على اليمين وعلى اليسار، فيعني تحسينا يعني هو حاطط الشغل هذا. لكن لو انت بتشتغل يعني عربي وانجليزي فبكون هو في جهة واحدة. طيب الان المنيو هذه يا شباب كيف بدنا نبنيها، كيف بدنا نبنيها؟ تمام، اول اشي المنيو هذه يا شباب معتمدة اعتماد كامل على قديش في عندك صفحات في الموقع، على كم ما عندك صفحات في ايش في الموقع. بمعنى انه انت اي واحدة من هدول المنيو هم مربوطين مباشرة في ايش، في صفحات. فلو ضغطت هنا على سامبل بيج وين حيروح لنا؟ لاحظ ايش تغير فوق، صار عندي وورد بريس وصار في عندي ايش، سامبل بيج. السامبل بيج هذه يعني ايه؟ يعني صفحة، يعني مثالا بيجيب لك فيها السوا كيف ممكن السامبل بيج تكون،
وكيف شكلها وكيف ايش تعملها. طيب الان يا ترى طالما انه احنا المنيو هذه مربوطة في الصفحات، اذا بلزمني انا في موقعي اضيف صفحات جديدة، صح ولا لا؟ طيب من ايه، من وين يعني، او من اين نضيف صفحات؟ من بيجز، شايفين بيجز هنا في تحت الميديا، بضغط عليها وايش وبقول all pages. اللي بدي انا احكيه كمان مرة واللي شفته من المحاضرة السابقة، انه بعد كل الساعة لازال مش يعني مش نفرق انه احنا وين بنشتغل. تأكد انه احنا بنشتغل locally على البتنامي، ويكون الرابط اللي فوق عندك هنا اللي هو locally 127 على وورد بريس، وداخل انت على مين؟ على لوحة التحكم او الداشبورد تبعتنا. تمام يا شباب؟ بدي الجميع يكون هان، لانه المرة الماضية كان في عنا شباب بتشتغل على الورد بريس دوت كوم، احنا الان بطلنا نشتغل على الورد بريس دوت كوم، لانه احنا بنشتغل الان بطريقة بروفيشنال، انه كأنه احنا داخلين على استضافة رسمية وبنشتغل رسمي. لكن احنا عشان ما فيش عنا استضافات نزلنا البيت نيمي، والبيت نيمي كمان للناس اللي بتضلها تسأل ننزل على الزامب، قلت لك البيت نيمي هذا عبارة عن فول ستاك انفايرمنت، يعني بيئة كاملة متكاملة، ان بتنزل لك قاعدة البيانات، بتنزل لك الادوات، بتنزل لك كل اشي، ولا حاجة لنا في مين، في الزامب او غير الزامب، هذا بيئة كاملة. عشان هيك انا جبت لك اياه، عشان اريحك من دوشة الناس، خاصة الناس اللي ما عمرهاش اشتغلت في الحاسوب او اشتغلت في المواقع، جبت لك هذا لسهولة الشغل. وهذا ايضا يا شباب هو محاكي للموجود على المواقع، بمعنى انه انت لما تروح بكرة تعمل استضافة عند موقع، ما بتفتش في موضوع وجعة راس، هذه قاعدة بيانات ولا هذا ايش اللي موجود لا، انت بتخش هناك بضغط الزر، بتقولهم انا بدي يكون الاستضافة موجود فيها يدعم الورد بريس، بتصير زي ما احنا شايفين بضغطة زر بنصير ايش ان نشتغل الشغل هذا. تمام؟ فيعني الكل يكون معانا، واي مشكلة عنده يعني يبعث لنا اياها في يعني اول باول. طيب الان نيجي هنا في البيجز، بنلاحظ ايش في عنا يا شباب هان، بنلاحظ مجموعة الصفحات اللي موجودة عنا، طبعا هاي موجودة عنا الهوم، وموجودة عنا السامبل، وموجودة صفحة ايضا البرايفسي، هذه بوليسي. طبعا اذا انت يعني هذا ايش كتب لك جنبها، اول اشي لاحظ من جنب كل واحدة بيحط لك ايش وصف هذه اللي هي الصفحة. فهنا كتب لك الهوم يعني الصفحة الرئيسية، ومكتوب لك جنبها الفرونت بيج. ايش الفرونت بيج؟ سكروا الصوت يا شباب اللي عنده فتح الصوت. الفرونت بيج يا شباب هذه اللي انت يعني الشاشة الرئيسية، يعني هذه الهوم هي الشاشة الرئيسية، وجنبها مكتوب إليمنتور، يعني بايش هي هذه تم انشائها بالإليمنتور. تمام؟ طيب الصفحة اللي تحتها اللي هي البرايفسي بوليسي كاتب لك درافت. ايش درافت؟ يعني هذه الشاشة، هذه الصفحة موجودة لكن مش معمول إلها يعني نشر، يعني مش معروضة على الموقع او مش غير مستخدمة. فاذا بدك تستخدمها لازم تعمل لها ايش نشر، زي حنشوف كيف نعمل نشر وكيف نعمل الدرافت هذا الكلام، بس اول نيجي ونشوف انواع الصفحات. طب الصفحة هذه الصفحة السامبل اللي توي احنا ايش شفناها. تمام يا شباب؟ ف يعني الان عندك الصفحات. طب لو بدي انا اضيف صفحة اخرى، كيف بدي اضيف صفحة اخرى؟ ولا في اسهل منها. تلاحظ فوق بيجز، في حدا عنده سؤال؟ يعني الصفحة كيف؟ عفوا كمان مرة السؤال. الدرافت هي نسخة من الصفحة مش منشورة
إما من نفس الصفحة أو صفحة أخرى بس مش منشورة. تعال نشوف إيش هو. لو لاحظ هنا بدك تعرف إيش معنات الدرافت. الدرافت يعني هي موجودة عندك في الموقع لكن أنت مش مستخدمها. طب لإيش أنا بالصفحات هذه بعملها؟ اليوم أنت على سبيل المثال مثلا رحت اللي أنت بتشتغل له العميل، قال لك أنا والله اليوم عندي صفحة عملاء، صفحة بضائع، صفحة كذا، صفحة وهكذا. لما اجيت تنشر الموقع قال لك والله انا لسه في المرحلة هذه، في عندي انا اللي هم موقع البضائع ما بديش انشرها، لكن مفكر في المستقبل اني انا انشرها للناس واعرضها. فانت بتروح بتصمم له الصفحة هذه وبتجهزها. طبعا ممكن انت كمطور او كمبرمج يعني حتى تخفيه عن العميل تبعك وتقول له انا لا انا في المستقبل اذا صار في عندك اشي هذه في ضمن السبورت وبدك تدفع عليها مصاري فبتخفيها انت في الموقع. لما نيجي هو يقول لك فعلها بتروح تفعلها. لاحظ انت عندك كيف تفعيلها. لو جيت هنا طبعا حنشوف هذا الكلام بس عشان لو جيت على ايديت، طبعا احنا هاي نيجي على ايديت، نفتح على ايديت، حيجي يقول لك الان ويلكم تو الاديتور هذا اللي بدنا نشتغله. قول له نيكست نيكست، هذول بس هيك يعني عشان الاليمنتور تبعنا وجيت ستارت. لاحظ هنا الصفحه هذه الان مش معموله بالاليمنتور، مش معموله بايش؟ بالاليمنتور. الان سؤال او سؤال صريح، في حدا معانا من الشباب الحاضرين ويكون صادق مع نفسه مش عارف ايش هو الاليمنتور ولا عارف؟ يعني بدناش من اول لما يكونش عارف ايش بنحكي ايش هو الاليمنتور. في حدا مش عارف يا شباب؟ ولا نقوله هيك مين ولا نقول ايش هو الاليمنتور؟ الاليمنتور يا شباب هو عبارة عن بلجن او اداة اضافية بتنضاف في داخل الوورد بريس، الهدف منها هو مساعدتنا على بناء الموقع بطريقة سهلة بروفيشنال. يعني التعقيدات اللي بتكون موجودة في الصفحات هذه الأداة سهلتنا، وهي اسمها Elementor Page Builder، يعني بناء الصفحات. بناء ايش؟ الصفحات. لاحظ الآن انت تطلع الصفحة هذه مش مبنية بالإليمنتور. لو اجيت بدي اجي اضغط على الاليمنتور هنا، اضغط هيك، طلع الان كيف الان بصير عندك اللي هي الصفحة. فلاحظ الصفحة الان كيف صار، الان صار عندك الصفحة الرئيسية يكون في عندك هنا يعني واج، يعني يكون في عندك هيدر هيك، اللي انت القالب هيك صاير. يعني ايش اللي جاب هالوقت الصورة هذه فوق؟ ايش اللي جاب الصورة هذه فوق عندنا يا شباب؟ الان الثيم تبعنا بيقول انه كل صفحة بدها تكون موجودة عندنا بدي يكون لها هيدر ايمج، يعني يكون في صورة فوق، يكون في صورة فوق، وتحت بدي يكون الاجزاء اللي موجودة عندك. فلاحظ انت كيف قسم لنا الموقع، الان مقسم لنا اياه بالجهة هذه. لاحظ الان الشاب اللي قال ليش الدرافت، لاحظ عندي هنا لو جيت على الاخضر هنا ايش قال لك هان ببلش. ايش يعني ببلش؟ يعني انشر على الموقع، لانه هذه لسه الصفحه مش ايش مش ببلش او مش معمول لها ببلشنج في داخل الموقع. واضح يا شباب ايش معنات الدرافت؟ الدرافت يعني انا الصفحه موجوده ومصممه لكن غير منشوره او لسه مش منشوره على الموقع. الان هذا الكلام بديش انا اغير ولا اشي فيه، باجي بضغط هنا على الثري داش هيك وبقول اكزيت تو داش بورد، بديش اغير ولا اشي في هذه الصفحة. هاي شايفين رجع ولا اشي عملنا، ورجع على مين بتتذكروا هذا الكلام؟ وين شفناه؟ شفناه بداية الكورس او شفناه ايضا في الموقع الاونلاين انه احنا فيش عنا اليمنتور. الان اذا بدك تستخدم اليمنتور على موقع الوورد دوت كوم بدك تروح تدفع مصاري، وهي هو المشكلة في اللي هو الاستضافة هذه المجانية. لذلك
الاستضافات اليوم يا شباب رخيصة جدا، ويعني احنا بتتعداش 40 و20 و50 دولار، وفي 100 دولار اذا كنت يعني بدك سنوي. فالناس اللي عندهم بزنس عندهم اشي حابين، فيعني بشجعهم انهم في الامور هذه. طبعا نرجع على اللي هو موقعنا هنا، هنا نرجع او اللي هو نروح للداشبورد تبعتنا. طبعا هنا بقولنا ارجع على الداشبورد، هاي نرجع للصفحات تاعتنا. وضحت يا شباب ايش انواع الصفحات بيكون عندنا؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب الان بدنا نروح نضيف صفحة جديدة. تفضل. استاذ خليك هنا، انزل على الهوم. انا ما عنديش جنب كلمة الهوم فرونت بيج اليمنتور، هذه الجملة مش وخيار ايديت وذ اليمنتور مش اذا انت الاليمنتور مش نازل ولا نازل عندك؟ نازل الاليمنتور؟ الاليمنتور هايو شايفني انا وين واقف؟ شايف الكومنت هذول الكومنت؟ شايف كلمة كومنت؟ موجود؟ هان مش موجود؟ طب كيف نزلت عنا تبع المطعم هذا؟ طب كيف نزلت الثيم تبع الموقع تبع المطعم تبعنا؟ دائما تعمل بالضبط وعملته ومشيت معكم موجود كامل عندي تبع المطعم بس الخيار. طب اطلع علي، خش على البلجن هنا، خش على بلجنز، اضغط على بلجنز هنا وشوف انستال بلجنز هنا، اضغط عليهم البلجنز اللي هي موجودة، وانزل تحت هنا شوف الاليمنتور هنا مفعل عندك ولا لا، شوف هنا اكتيفيتد ولا دي مكتوب دي اكتيفيتد. اذا مش موجود عندك الاليمنتور ارجع نزل اللي هو الثيم. طبعا انا ليش ما جبت الكوش الاليمنتور لحاله ونزلته؟ انت طبعا تقدر تنزل الاليمنتور من وين يا شباب لحاله، لكن احنا يعني حبينا نفرجيكم انه تنزل الثيم والثيم نفسه يروح يقول لك لا بدي الاليمنتور ويطلب منك الاليمنتور. شباب كمان مره بحكي، الشباب اللي حاسه حالها مش فاهمه تسال، تضلهاش ساكته، خاصه الامور اللي هي ايش الجديده عليك. انا قلت لك مش موجود الاليمنتور، طب ها كيف انت ماشي معانا؟ انت مش ماشي معانا ولا منزل شيء، يبقى هاك ارجع نزل من الثيم. طب ارجع للفيديو ونزل معانا من زي ما احنا عملنا من المحاضرة السابقة. طيب يا شباب الان نيجي ونرجع لموقعنا. الشباب مين ها؟ اللي انت فيه عندي سؤال مهم. محمد التلمس تاني مرة اقول معانا في الصوت لانه انا بكون شايف ايش بتكتبه. كنت بتشرح طيب ماشي الحال. بس مش عامل ما احنا فرجينا بقول مش موجود. مش موجود فيه. طب خلينا نرجع على البيجز خليه هو. طيب الان يا شباب الباقيين الشباب الباقية الان تعمل نيو اد بيج، بنروح على بيج هنا شايفين بيجز، بدنا نضيف صفحة جديدة. فاما ممكن تيجي وانت واقف هنا تحط تضيف اد نيو من هنا، او وانت واقف على اول تضيف من هنا. فنقول اد نيو بيج هنا، هاي حيضيف لنا بيج جديدة. لاحظ اول ما بيجينا هنا فبيجينا ايش الصفحة فاضية وايش هنا واسمها. فاد تايتل بدك تضيف ايش اللي هو العنوان تبع هذه الصفحة. طبعا احنا طالما انه بقولنا انه احنا بدنا نشتغل بالإليمنتور فبدنا edit with إليمنتور نشتغل. ليش؟ لانه زي ما انتم شايفين هنا يعني الشغل يعني بكون هيك
مش سلس، حتى لو بدك تضيف عناصر، العناصر ايضا مش بروفيشنال. فاحنا بنستخدم المنتور حتى يساعدنا. اضغط على edit with Elementor، هيجينا ايش هنا الصفحة زي ما احنا شايفين هان. طبعا هاي الصفحة اللي بدها تكون موجودة عندنا. ايش اسم الصفحة هنا؟ هاي جاب لك هاي الصفحة فاضية الآن. بده يكون عندك هنا اللي هو هدول اللهم صل على النبي، اللي هم الصفحات. طبعا ايش اسم هالصفحة هذه؟ بتيجي هنا بتقول له edit، شايف هنا edit، مش راضي تفعل الايديت. طيب مش مشكلة، نيجي هنا لاحظ الصفحة هذه لما انت ضفتها اعطاها اسم، اعطاها اسم. ايش الاسم اللي اعطاها اياها الاليمنتور؟ تو احنا هنا كد يعني كان في هو في التايتل، لكن انا لما بدي اجي هنا بدي ايش اعمل؟ بدي اعدل فيها. فمثلا على سبيل المثال هذا هو المفروض هنا يعني، بس هي عشان لسه ما عملهاش ببلشنج بيقدرش ايش نشتغل فيها. طيب خلينا مثلا على سبيل المثال ايش ممكن انا اضيف في داخل هذه الصفحة. طلعوا عندي ايش ممكن اضيف في هذه الصفحة. طب هتيجي تقول لي هو جاب الصورة هذه اللي فوق من وين؟ بدك تعرف شغلة، الثيم هالوقت اللي موجود عندك بيفترض انه كل صفحة عندك بدايتها صورة، كل بدايتها ايش؟ صورة. الصورة هذه انت ممكن تغيرها، طبعا هنشوف كيف نغيرها، لكن احنا هالوقت بدناش نغيرها، بدنا نشوف كيف نضيف. مثلا على سبيل المثال تيجي هنا شايفين الادوات، هنا شايفين هذه الادوات كلها، هذه ادوات في منها يعني اساسية وفي منها مدفوعة. فلاحظ البيزكس هنا ايش في عندنا هن بيزكس؟ هدول الادوات بيزكس. الادوات هذه اللي تحت برو، ايش برو؟ يعني بدك تكون شاريها او تشتريها من مين؟ من الموقع. في شغلات جنرال، ايش حنشوف ايش اللي بده يكون موجود عندنا وايش اللي مش موجود. تعالوا نيجي ناخذ الهيدنج. ايش الهيدنج هذا؟ اللي هو عنوان الصفحه. نيجي هان ونضيفه وين؟ على ايش؟ بس قبل ما نحط اي يا شباب اي اشي بدك تحط ايش احنا اتفقنا من المحاضرة الماضية. قول لنا مش الصفحة مقسمة الى يعني سيكشن، صح ولا لا؟ فاول اشي هاي بدي اضيف سيكشن، بمسك هنا وين بضيف السيكشن؟ هان في داخل مين؟ الصفحة. فهاي ضاف لي سيكشن، شايفين السيكشن اللي ضافه؟ هاي السيكشن سيكشن داخلي. ايش السيكشن هذا؟ هاي سحبته من وين؟ برجع هنا للعناصر، هاي بدفع هاي الانر سيكشن، شايفين الانر سيكشن هيو ماشي، وهاي السيكشن الموجود عندي تمام. السيكشن هذا هو داخلي شايفينه، هاي مقسم لقسمين في عندي. فلما نضيفت انر سيكشن راح ضاف لي سيكشن خارجي وسيكشن داخلي تمام. ليش هذا الكلام؟ اليوم انت الصفحة تبعتك يا شباب قلنا مقسمة الى سيكشن يعني اقسام. فانا مثلا هالوقت كيف بدي اضيف مثلا عندي نصوص او كيف بدي اضيف صورة؟ خلينا نيجي هيك على السريع عشان تفهم ايش سيكشن. الان لاحظ هنا في داخل الداخلي حطيت لك زائد زائد. اللي سأله هذا حرص قال لك كيف انا بداية المحاضرات قال كيف بدي احط مثلا صورتين جنب بعض. هاي جاك السؤال، هاي انك تحط صورتين جنب بعض. تعال عندي بدي اسحب صورة واحطها وين؟ في السكشن الاول، هاي صورة هنا وبدي طيب وبدي اروح احط كمان صورة، بس هنا الصورة مش موجودة، كيف بدي اضيفها؟ هاي شايف كيف بدي اقول لي هنا اول ما اعلم عليها اجت خصائصها في المنطقة هذه، اجت خصائصها وين؟ في المنطقة هذه. بقول لي تشوز ايمج، شوف ما اسهل، انت قاعد ولا في اسهل منه، انت بس بتحط قاعد ايش ها تضغط عليها وبتقول له ايش
انسيرت ايمج، وهي انسيرت، هاي صارت عندك الصورة هذه. طيب تمام، حنيجي لخصائصها، نيجي نحط كمان صورة في الجهة هنا، تقول له إضافة، بقول لك إيش بدك تضيف، قول له بدي أحط كمان إيمج، هاي كمان إيمج، وين بدي أضيفها؟ بسحب سحب وبضيف، هقول له وين الإيمج؟ هقول له اختار من هان، هقول له خد كمان الصورة هذه، وهي إنسيرت إيمج. لاحظ يا شباب ما أسهل الأمور، أنت عندك الآن تبني الصفحة ولا مع أخر. طيب الآن بدي أشوف الصفحة هذه بعد ما حطيت فيها البيانات هذه، إيش باجي هنا؟ لو ما عملتش بابلش، لاحظ هنا السيف اوبشن، سيف اوبشن لو ضغطت عليه ايش قال لك الانواع؟ قال لك في عندك تحفظها الان كدرافت انه ما تنشرهاش على الموقع، ولا تحفظها بابلش. لاحظ هذا الكلام، الفرق اللي الناس اللي تو سالت على ايش انواع، ايش المقصود بالدرافت وايش مقصود بايش باللي هو يعني اللي هو انك تعمل بابلش. فحابين نعملها بابلش ولا نعملها درافت؟ ايش حابين؟ خلينا نعملها بابلش، صح ولا لا؟ تفضل تفضل، مين بقول ايش؟ تفضل مين بابلش، هاي بابلش، هاي بابلش. الان هاريو بيج از لايف، الان بقول لك هاف ايش الوك يعني. طيب تعال نروح ونيجي هنا نضغط هنا ونقول له فرجينا الصفحه هذه اللي عملناها، هاي الصفحه اللي عملناها توي، هايها موجوده عندنا وهيها صارت. ولاحظوا وين راح احطها، راح احطها في المين، في اللي هو في المنيو تاعتنا. طبعا ليش ضافها هو هان في المنيو تاعتنا؟ لان قلت له المنيو هنا مربوطه في مين؟ في الصفحات. فايش عندك صفحات بضيفها وين؟ في داخل المنيو. لكن لاحظوا اسمها ايش؟ ايش الرقم هذا؟ انا بدي رقم زي هذا؟ لا بديش الرقم هذا، بدي ايش؟ اروح اغير اللي هو الاسم هذا. طب كيف بدي اغير الاسم هذا؟ ولا في اسهل منه، برجع الداشبورد هان تمام، وبروح على بيجز اول بيجز، وبنزل تحت هاي الصفحه تاعتنا. لاحظوا يا شباب الصفحه المحرره بالاليمنتور بجيب لك ايش جنبها؟ اليمنتور. الصفحات اللي مش جنبها اليمنتور فبقيم هذا الكلام. طيب كيف بدي انا احررها؟ ولا في اسهل، كويك اديتور، شايفين؟ شايف كاي كانسل كويك اديتور. ايش الفرق بين اديتور؟ اديتور بدخلك على كل ايش الصفحه، لكن انا بدي فقط الاسم، فبقول له كويك اديتور. وهنا ايش حابين تسموها؟ ايش الصفحه هذه مثلا؟ نسميها مثلا اللي هي اللانش، اللانش مثلا الغداء، او اللي هي ايش، او اباوت، بلاش اللانش هذا، اباوت اس يعني حول اللي احنا شغلنا تمام. وش بنقول له هنا؟ ابديت، نقول له ايش؟ ابديت. الان صارت اباوت اس. الان لو رحنا وزرنا الموقع تبعنا ايش هنلاحظ هنا؟ موجود عندي اباوت اس الصفحه تاعتنا. لو ضغطنا عليها الان هنخش على صفحتنا اللي احنا توي صممناها، واضح يا شباب؟ وهي حط لنا تايتل هنا بالصفحة تاعتنا. مين ما عملش هذا الكلام؟ طبعا لسه احنا لسه بالبداية الطريق، ها بداية الطريق. ايش ما في راسك بدك تعمل وتزبط جايين. احنا الان الستيب الاولى بدنا نعمل صفحة، عملنا صفحة وحطينا فيها اداة. مين متزابط معاه هذا الكلام؟ طيب لو بدي اعمل جوا السامبل كيف صفحة؟ كيف انا خليني انا يعني نشبهها بكيف اقول لك،
بموقعنا هذا، تمام؟ خلينا نسبها بموقعنا هذه عشان انت برضو تفهم الصورة. الاول اشي بخصوص الارتيكلز تبعتك، كيف اقول لك، بدك تصنف الارتيكلز. عن ايش انت بتحكي قاعد؟ ارتيكلز لايش؟ ارتيكلز في علوم، ارتيكلز في سياسة، ارتيكلز في صحة. بتروح انت بتحط منيو نازلة وبتنزل وبتصنف هذه المنيو. فمثلا على سبيل المثال لو احنا هنا، خلينا نيجي هنا، خلينا عشان زميلكو صار سائله ونش ونحط هذا الكلام. بديش اسميها انا about us، بدي اروح ايش اسميها، بدي اروح اسميها ها، بدي اسميها عندي هنا، هنا بدي اسميها اللي هم ايش معنات وجبات، ايش الوجبات، الميلز، صح ولا لا؟ هيك ميل صح، الميلز الوجبات. طيب الان ميلز بدي اسميها دي ايش، ميلز، صح ولا لا؟ طيب الميلز من ايش بتتكون؟ تتكون لانش، صح ولا لا؟ زي ما هو حاطط لنا هنا في الصفحه الرئيسيه، تعالوا نزور الصفحه الرئيسيه ونشوف ايش هو حاطط لنا هنا، ايش حاطط لنا هنا، البريكفاست واللانش والدينر، صح ولا لا؟ لو انت بدك تحت هذه الميلز تنحط قائمة، صح ومش هيك بدك، صح ولا لا؟ طيب نيجي الوقت الآن انت بدك تروح تنشئ صفحة لللانش، صفحة للبريكفاست، صفحة لمين؟ لا ايش؟ لا اللي هو المين؟ لا البريكفاست. طيب تعالوا نشوف كيف بدنا نعمل الكلام هذا، نعمله ولا ايش رأيكو الشباب المعانا؟ طيب تعالوا نيجي ونشوف، نعمل داشبورد. الان بالداشبورد هنا نحط هنا، نروح على all pages، تمام، هاي all pages، ونيجي هنا هذه اللي هم سميناها الميلز، نروح نعمل لنا صفحة جديدة، صفحة ايش؟ جديدة. الان بالصفحة الجديدة هنضيف صفحة جديدة، هي add a new، وحيقولنا بدك انت تعملها بالإليمنتور، اقول له بالإليمنتور، بدنا نضيفها بالإليمنتور. لاحظ راح اعطاها اسم مباشرة لحاله، طبعا هذا الاسم شوف نتوه كيف. بدي انا هنا ايش احط مثلا، هذا قلنا بدنا نضيف ايش يا شباب، لاحظوا هنا بتقدر تضيف section، فهان بدي اخد انا inner section اسحبه واضيفه هنا، هاي الانر سيكشن ضفناه، وهي حط لنا ايش ايضا نفس القسم. هل انا دائما ملزم ان يكون عندي عمودين في السيكشن؟ لا طبعا، لو ضغطت هنا شايفين في 6 زرار، شايفينهم ولا لا شباب؟ شايفين الست زرار؟ لو ضغطت عليهم زي هيك وجيت هنا على الستراكشر تبع هذا، نزلت هيك، لاحظ هاي الستراكشر تبعه. فممكن ايش يكون عندك قسمين، او قسم على اليمين او قسم على اليسار، شايفين انتو كيف؟ او تيجي زي هيك وتقول له ايش هنا اللي هو الديفولت تبع مين، هذا القسم، فاضح؟ يعني مثلا انت تيجي هنا هيو في الستراكشر، انت ممكن تضيف ايش او اللي او تبعه اللي موجود عندنا في الستراكشر، ممكن تاخده هيك او ممكن تاخده هيك. طبعا انت حتيجي تقول لي طب انا بديش يعني احط الا شغلة واحدة، انت بتضيفها وخلص، من التاني بتصيبه فاضي، بضله فاضي، تمام؟ او بتيجي من هنا شايف كيف، او بتقول له هنا يعني على اللي هو edit column، شايفين edit column، فايش هنا في edit column بتحط عندك هنا الستايل، نشوف عندنا هنا. طيب مش مشكلة، خلينا احنا نرجع لهذه، يعني قصدي انا بدي اقيم هذا الكولوم، بديش اخلي الكولوم موجودة عندي. فانا لو قلت له هنا اد كولوم، يعني ممكن او اديت كولوم، بس ليش هنا المفروض هو ما يعطانياش. طيب
خلينا نشوف عندنا كيف ممكن نضيف الكولوم هذا. الان بخصوص السكشن، لا بديش انا اعمل دوبليكيت، بدي اقيمه هذا، بديش اياه. بدي احط مثلا واحد فقط عدد اللي هو السكشن اللي هو انت وين ديليت؟ ديليت بالكيبورد. بالكيبورد، ممتاز، بالكيبورد قيمه، بالكيبورد، بالكيبورد بتعلم على، او بدك هاي كنترول، بدك تضيف واحد، بتضيف، بدك ها مثلا زي هيك اد كولوم، بتكاش بتعلم عليه وبتحذفه بايش؟ بالديليت تبعت الكيبورد، هم كانوا اصلا حاطينه هنا. طيب الان بدنا نيجي نحط هنا اللانش مثلا، هذا حط صوره واحده هنا، بديش اكثر من صوره، وبدي اغير الصوره هذه. احنا بس هنا عشان زميلكم سال السؤال اللي موجود عندنا، نحط هنا الاكله هذه مثلا، ها انسيرت. طبعا الصوره هذه بتقدر هنا تغير زي ما بدك بالسايز تبعها، ممكن تغير السايز، ممكن تغير حسب اللي هو ايش اللي انت موجود عندك. طبعا مش موضوعنا الصور الان، الكابشن، اللينك، زي ما انت بدك. الان هاي خلصنا الصفحه هذه وجهزناها، نعمل ببلش الها. تمام. الان لاحظ لو رجعنا هنا ورحنا قلنا نزور الموقع او فيو بيجز، هل فيو وين حط لنا اياها؟ هان. طب احنا لو عندنا 100 صفحه بده يحط لنا اياهم؟ لا، بدنا نحط تحت مين؟ اللي هو الميل. طبعا وين بدنا نروح اول اشي؟ نروح على البيجز هنا ونغير الاسم لهذه اللي هي الصفحه، ايش كنت تسموها هنا؟ البريكفاست. منيح، نسميها هيك. تمام. ونقول له ايش؟ ابديت. هاي البريكفاست. الان انا كيف بدي اخلي البريكفاست تحت مين؟ تحت اللي هو الميلز. كيف يا شباب؟ بده الان طبعا هذه احنا يعني خليتونا نسبق المواضيع، لكن مش مشكلة. منروح وين؟ على ابيرنس. شايفين ابيرنس؟ الشباب التانيين اللي معانا مش سامعين صوتهم، ايش اخباركم؟ بتطبقوا معانا؟ ابيرنس. وبنخش منيوز. شايفين منيوز؟ هاي منيوز، هاي ضفناها المنيوز، نيجي هاي المنيوز تاعتنا. تمام. هاي المنيوز، طبعا حنيجي للمنيوز وكيف نضيف اللي يعني كيف ان احنا المنيوز كيف نتعامل معاها، لكن بس عشان زميلكو حكى كيف احنا بدنا ايش يعني فيو اول هنا هذا الفوتر. احنا بدنا مين؟ لاحظ هنا فوق عندك بدك تختار اللي هي مين؟ المنيو. باجي هنا وبقول له مين؟ الهيدر. شايفينها؟ بختار هيدر وبقول له سيلكت. هاي مين اللي هو الهيدر؟ برضو لسه ما جاش عندنا ايش اللي هنا. طب ليش الهيدر؟ مفروض جاب لنا هنا الصفحات الموجودة عندنا. طب نشوف. ايه الظهر عندك؟ ظهرة اللي عندنا؟ لا مش زي هيك، عايشوا كل الصفحات. عايش انت ظهرت؟ على ايش؟ ايه؟ عايشوا كل البيجز باللون الزهري. هالوقت من هنا ها، لما نجي نحن هنا على المنيوز، نيجي نعمل ريفرش من اول وجديد. المفروض صفحاتنا هاي هم موجودين هنا. ماشي ماشي، ما انا بدي اضيفهم هان، بس هنا بدي في الهيدر، يعني قصدك بدك تعمل سيلكت هيك وتضيفهم هنا؟
ما هم ضيوفين، ما هم ضيوفين اللي عندنا، بس ليش هم جابهم هان؟ طيب مش مشكلة. الآن المفروض هانا، تعال هانا الوقت الميلز نحطها هان، ماشي؟ لاحظ هان البريكفاست، طبعا الشباب اللي كانوا معانا هان بنعلم هذول كلهم وبنضيفهم، لازم يجوا وين؟ في الجهة هذه. بس هو المفروض يعني طالما انه هو ظاهرهم في المنيو يظهروا عندنا. طيب الآن كيف أنا بدي أخلي البريكفاست تحت الميلز؟ بمسك هيك، وشايفين كيف بيصير عندك لما نصير بالشكل هذا، إنه في مساحة هان فاضية، شايفين كيف؟ والآن صارت سب آيتم، صارت سب آيتم، ما صارتش في المين الرئيسية على نفس المستوى، تمام؟ فالآن البريكفاست تحت الميل، والآن بقول هان إيش؟ سيف منيو. تمام معنا يا شباب؟ منروح هنا نعمل فيزيت الان للموقع، منلاحظ ايش صار عندنا هنا، ليش ما جاب هالشي تحت هذه؟ المفروض جابها. طب نرجع ونشوف، ما ظهرتش عندكم انتو زي تحتها نفس الموضوع ضلت الهيدر كيف؟ ايش بتقول؟ يا ايش ممكن هو من الثيم نفسه، بس خلينا نشوف هذا الكلام. خلينا بس نشوف الكلام هذا، ليش هو بدعمش ال، معقول بدعمش الصفحات الداخلية الثيم نفسه؟ طيب لحظة نشوف هنا ثيم اوبشن، مانج منيو. طيب ما هي المانج منيو هنا، ديسبلاي ايكون اوتو اد توب منيو. طيب هيدر، طبعا يا شباب هذا الكلام ما لهش دعوه في في الوورد بريس، هذا كل ثيم انت بتشتريه بيكون له فلسفته وله ايش يعني، هيكم انتم قدام كل واحد بواجه مشكله انه انت الثيم نفسه يعني. وهي اللي سألني السؤال الشاب المرة اللي فاتت، قال بناء على ايش انا استخدم الثيم؟ اليوم انت هاي مثلا الثيم هذا بسمح لناش نعمل صب منيو زي ما هو موجود هنا، وبالتالي ها ايش بيروح بس بيعمل لنا، بس حاطط انه هو فقط الجهتين يكون فيهم ايش المنيو، وبالتالي يعني يعني مش يعني مش حيكون فعال او مش حيكون يناسبك لشغلك. طب وايش الحل هنا؟ ايش بدنا ايش كيف بدنا نعمل؟ بنروح بنختار ثيم ثاني. طيب لو انا اخترت الثيم هذا وغلطت ورحت شريته، ايش بدي اعمل ساعتها؟ ساعتها بدك تكون انت، طبعا هذا مين اللي بيصير في الساعه هذه بيشتغل؟ بيشتغلوا مصممين الويب، بيصيروا مثلا على سبيل المثال بيصيروا هم يروحوا يتدخلوا في هذا الشغل، وبصيروا مثلا الشغلات اللي مش لازمة يخفوها، الشغلات اللي بدها إضافة يعني يضيفوها. فخلينا بس شوية هنا نشوف هل هو يعني بضيف لنا إياها، أو ليش هو هنا مش فعالة عنده، فهي مش فعالة مع إنه يعني إحنا قادرين إنه طبعا هنا. طبعا هو احنا ليش مش حاطينه تحت الميل؟ احنا المفروض تحت الميل يا شباب، احنا ما كناش حاطينه تحت الميل هان. طب خلينا نشوف، انا حطيتها تحت بيجز، نشوف تحت طب نشوف كمان مره، نفس المشكله نفس المشكله. طيب الان هذا الموقع او هذا الثيم بدعمش اللي هو الصب ثيم. طيب لو لجينا هنا، خلينا تفضل.
ايش لقيت لها حل؟ منيو 2 سيف منيو في فوق. وين هذه يا في المنيو؟ افتح المنيو زي ما كنا. اه وين في 2 سيف منيو فوق وانزل تحت كمان هذه كمان سيف منيو تحت. يعني هذه معقول اللي احنا مش طب ما ها هي هي يعني ايش اللي ايش فرقت يعني زبطت معاك زبطت معاك ما اذا زبطت معاك قلنا هي هي ايوه الموقع هذا انا مستغرب صراحه الثيم مفروض يدعم الصب منيو لكن اذا انت يعني بدنا نتاكد من شغلنا تعالوا ولا في اسهل منه نروح نغير الثيم تبعنا هذا خلينا نغير الثيم نحط مين الثيم تبع صاحبنا هذا نعمل له اكتيفيت اللي توي جبناه مثلا او اي واحد نشوف الثاني هذا هل هو بده وين المنيو نفس الموضوع احنا يبدو انه الثيم او احنا يبدو انه في الموقع نفسه اي حتى الثيم الثاني فيش حدا واحد زبط معاه يحط الثيم تحت هيدر الهيدر ليفت الهيدر رايت سيلكت. طيب يا شباب يبدو انه وصلنا لها المشكله بس خلينا معنا ان شاء الله بتكون يعني الامور هي اللي طلعوا لاحظوا هنا لاحظوا في المنيو انا ما انا مستغرب هذا الشغل لاحظوا في المنيو هان في عندنا هنا في القائمه في عندك طلع هيدر ليفت وهيدر رايت شايفينه شايفين هذا الكلام خلينا ناخذ الهيدر ليفت هنا ونختاره ونيجي نعمل هذول كلهم نضيفهم هنا ونيجي ناخذ الجول الميل هان وناخذ اللي هو البريكفاست ونحطه هنا طبعا تحت الميل الباقي مش مشكله ونيجي نقول له سيف شوف انت الان اعتقد انه حيظبط ما ظبطش نفس الموضوع لا هذا الرايت طبعا نرجع احنا للثيم تبعنا ونفعله هاي نفعل الثيم تبعنا هنا ونشوف ايش بده يصير معنا الان نفس الموضوع ما فيش تغيير اشي غريب جدا يعني مفروض هنا هيدر ليفت هايها موجودة ديسبلاي المنيو طب ليش هذا المنيو سيتنج ايه طب نشوف ايش هذا لحظة هاي شايفين يا شباب هايها ظهرت عنا بس ايش اللي صاير هو هنا في السيتنج هاي شايفين انتو تحت هذا هاي ظهرت تحت اللي هو الميل بس ايش هنا زي ما قلت لك الثيم نفسه هو اللي ايش اللي بيعطيك هاي نتيجة هنا بس خلينا على الثيم اوبشن ونيجي هنا على المنيو مانج ونيجي هنا في المنيو لاحظ انت هنا في المنيو تحت المنيو تحت ايش مكتوب عندك هيدر ليفت منيو بدك تظهر مين الهيدر ليفت منيو فانا بدي اضيفها او بدي اظهرها فانا ايش بعمل بحط عليها صح بدي اظهر الرايت كمان لو بدك تحط في الرايت هاي هذه طبعا وين كيف ايش مقصود بالهيدر وبالليفت هاي ومن هان شايفين اللي فوق هاي في عندك ليفت وفي عندك رايت وفي عندك نفس الهيدر اللي هي الأساسية ف انت الآن اللي بدك إياها بتظهرها طبعا حاول لو ضغطنا على رايت الآن أيضا طبعا الرايت احنا ما ضفناش إشي فيها لأنه هان هاي الرايت لو رحت وعملت سيلكت قول له ليف لو رحت هنا على الرايت
احنا ما غيرناش شيء بالرايت، شايفين ما غيرنا شيء بالرايت، فهي حتظهر بس في ايش؟ في الليفت. فهذه من المين؟ من السيتنج تبعت مين؟ اللي هو الموقع، فهي موجوده. تفضل. طب لقيت انا لو بدي بس الرايت مش ليفت، اضطر اغير الثيم كله ولا بقدر احذف الرايت؟ الثيم هو بيجبرك على ايش؟ على انك تحط فيه ليفت ورايت، هم هيك مصممينه. تمام. طيب الان ايش بدك تعمل في الحالة هذه؟ يعني انا عشان اكون واضح معك، انا اول مرة استخدم الثيم هذا، او اول مرة يعني اشوفه، وما يعني ما شفته قبل هيك، فيعني من خلال التريننج تبعكم انا شو لقيته هيك عجبني. بدك تيجي هنا، بدك تضلك تشوف ايش الثيم هو بيعطيك خيارات. الان انت من خلال الثيم هاي عندك مين هنا؟ اللي هو الرايت، الرايت هيدر. لو اخترته الان وجيت هنا ايش في عنده؟ بقول لك شايف عندك انت هنا، شايف ايش مكتوب؟ ديليت، ديليت منيو. الان بتكش اياها، بتقول له ديليت. تمام، اعمل ديليت واشوف ايش بده يصير عندك. انا بديش اعمل عندي ديليت، بدي اخليها لانه انا قاعد بعمل لك التريننج. اعملها ديليت وشوف ايش بده يصير عندك انت، واعمل فيزيت. اشيل الليفت مثلا، خلي الليفت لانه احنا انجليزي. لا انا اشتغلت عكس. طيب اشتغل عكس. نو اي سيف، اعمل فيزيت. اي فيزيت سايت، لا نفس الاشي بالتم. بتم هدايلة كيف بتم؟ غريبة. طب مستنى شوي، انا مين ضلت عنده هنا؟ وانا ضلت عندي. طيب ماشي الحال. هالوقت في الحالة هذه يا شباب كيف اقول لك؟ بدك تكون يعني بدك تخش كودينج، بدك تخش ايش؟ كودينج، تشتغل في الشغل هذا. لهيك يعني لما بدك تيجي تشتغل يعني ووردبريس، ووردبريس طبعا انا هالوقت، متى هذا الكلام؟ انت مش في المرحلة هذه، مش في المرحلة هذه، في المرحلة ما بعد انك انت تصير بدك يعني تعدل على مين؟ على الثيم نفسه. بمعنى لو انت اليوم بكرة ان شاء الله بتاخد لك يعني بتحب الشغل هذا وبدك تصير ايش؟ يعني تعدل، فباجي ولا في اسهل منه، بصير عندك انت خبرة في موضوع المواقع، باجي زي هيك. طبعا انت هذا مش للجميع، انا بقول للناس البكرة بدها تيجي وتصير تستخدم. شايفين هذا؟ هايو باجي هيك بالموقع، طبعا بيكون عندك هايو هذا ايش اسمه؟ منيو. باجي هنا على السي اس اس تبعه، طبعا انت هذا مش، احنا بنقول بكرة لما انت تتقدم في الشغل، احنا لسه هذا كودينج، بتقول له ديسبلاي ها، وبتقول له نون. شايفين؟ شايفين كيف؟ هاي ايش؟ انا قمت مين؟ اللي هو العرايد. طبعا هذا بلغة مين؟ السي اس اس. طبعا احنا يعني مش موضوعنا حقيقة يعني في، لكن لو انت الان من اليوم رحت، يا شباب سكر الصوت، لو رحت انت اخذت يعني كورس على الانترنت وحابب انت تتعلم السي اس اس كبداية لشغلك، تعلم ال HTML، تعلم السي اس اس يعني على الانترنت، في بالعربي في بالانجليزي اللي انت حابب تشتغله. فليش هذا الكلام؟ عشان انت تقدر تتحكم في موقعك بزيادة. تمام. فانا هاي مثلا على سبيل المثال الثيم نفسه فارض عليا. طب انا يعني ليش احنا الثيم هذا احنا مش قادرين يعني إن انا متأكد انه هو موجود في التغييرات هذه، بس عشان انه فري ما بقدرش، مش معطيك اصلا تحكم في اشي.
تمام. لكن انت لما تشتري سمات تكون جاهزه فانت بكون هذا يعني التعديل موجود عندك. لكن احنا على كل هاي زي ما شفنا، اذا انت حابب يعني تزود في شغلك فهي انت بدك لغه السي اس اس. طبعا لغه السي اس اس هذه احد لغات اللي هي تصميم الصفحات، واللي هي من خلالها انا بقدر اعدل. لكن مش موضوعنا، عشان الناس اللي ايش ما بتعرفش ايش في الموضوع هذا، مش موضوعنا في الوورد بريس. احنا الان بدنا نبني مواقع الموقع. تفضل. ممكن يعني هدف الكستمايز، وين هذا الكستمايز انت لقيته؟ ها مثلا ما بقول لك انا بقول لك انا الموقع الثيم هذا اول مره اشتغل على هذا كستمايز. طب ماشي، وين بدك تروح؟ ايوه هيدر، ايوه هذول هيدر، ولا وين هيدر لي اوت؟ اه وتختار من انا عندي ثيم مختلف هدف معاه، يعني في قائمه هدف بعض المنيو من. طب ماشي، ما احنا ايش بنحكي قاعد احنا ماشي احنا ايش بنحكي احنا بنقول كل ثيم بيختلف عن الاخر، تمام. هذا الثيم ما فيش، ما في هاي نيجي هنا ايش في عنده هنا الثيم، ما فيش في عنده انه نقدر نقيمه. ما بعرف انا هبحث في الموضوع في الثيم هذا انه انا بقدر ولا بقدرش. لكن عشان ما نطول عليكم في الموضوع المحاضره، بدنا نقول انه احنا مش كل موقع او مش كل ثيم بنقدرش، يعني شباب مش بنقدر انه نعدل عليه. لكن اذا انت وقعت وبدك تعدل فانت شفت يعني انتو لازم في اللغات هذه. لكن مش موضوعنا الفصل، مش موضوعنا في الكورس هذا. احنا موضوعنا في الووردبريس يكون في عندنا ثيم احنا جايبينه جاهزين، بدنا نعتبر حالنا شارينه كامل. ايش في عندنا تعديلات نعدل عليه، ايش في عندنا شغلات اضافيا نضيفه. فهذا يعني او هاي زي ما احنا شفنا كيف نضيفه. طبعا يعني كيف مثلا على سبيل المثال انه احنا نغير مثلا انت هذا مش عاجبك هذا الايقون، بدنا شعار إلنا لصف لموقعنا، فبدنا ان يعني ان هذا نعدله. فاليوم ان شاء الله نكتفي بهذا المقدار، على ان شاء الله انه الان نشوف ايش في عندكم اسئله والمحاضره الجايه نكمل. الان انتم شفت اليوم ايش خلاصه اليوم. خلاصه اليوم انه احنا اليوم عرفنا انه كيف احنا انه الورد بريس ما هو يعني شغل بتفتح لنا مفاق يعني جديده، وممكن نتعامل مع عملاء يعني خارجيين ونجيب لنا شغل ما جابت لناش ومش مهتمين في الامور هذه. انا ممكن اعمل خاصة ايش فينا، كيف اليوم يعني نتعامل مع صفحات جديدة، كيف نضيف عناصر ولو اولية باستخدام الاليمنتور على الصفحات، كيف الصفحات يكونوا موجودين عندنا في المنيو، كيف نضيف المنيو، وكيف احنا نعمل صب منيو. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللي عنده اي سؤال بارك الله فيكم اتفضلوا جميعا. الآن السؤال، الصور يا شباب اللي موجودين على الموقع عندك يعني بدك تتقيد بإيش؟ بأحجامهم. كيف بدك تتقيد بأحجامهم؟ اليوم أنت أيضا بدك يكون عندك برنامج فوتوشوب. برنامج الفوتوشوب برنامج كويس وحلو وهيك للصور ومعالجة الصور. ما بدكش يكون عندك، بده يكون عندك اقل ما فيها مصمم، لانه بتعرف ان الصور هذه بده يكون يعني انت بدك تطلع للعالم بموقع محترم. كيف بدك تعرف الاحجام هذه؟ مثلا على سبيل المثال اجيت انت موقعك هذا بدك تغيره كله، بدكش الصوره هذه، بدك تروح تحط انت مثلا مطعمك للسمك، بدك تحط صور باجي تطلع كيف باجي هان باليمين هيك وبقول له فحص انسبكت، باجي بلاحظ وين هنا الصورة الموجودة عندنا. هنا هاي موجودة الصورة، شايفين ضغطنا عليها
ضغطنا على الصورة من خلال السهم هذا، هاي موجودة، شايفين وين موجودة؟ هيها، تمام؟ فبضغط، طبعا هذا الشغل ايضا متقدم شوي، وانا ما كنتش يعني بدي هذا، لكن انت هيك صرت جايبنا في المنطقة هذه. باجي لو ضغطت عليها، هاي حجم الصورة 1400 × 820 بكسل. فانت بتروح على الفوتوشوب او بتروح الصورة اللي بدك تجيبها بدها تكون بالمقاس هذا. طبعا لو كانت اصغر، حتى لو انت استخدمت خاصية اللي هي الستريتش في الصور، فهي حتكون فاهية ومش حلوة هيك. لكن انت دائما اذا جبت ثيم اتقيد بالاحجام اللي هم بيجيبوا لك اياها، بحيث انه تطلع الصور عندك ايش يعني واضحة. واضح كيف؟ طبعا ممكن انت ايضا لو جيت هيك باليمين وقلت نيو، اوبن النيو تاب، تنفتح هاي الصورة عندك في ايش، في اللي هو في صفحة جديدة. طبعا ممكن تيجي هان تعمل سيف إلها، وممكن بطريقة أسهل تيجي تصغر هيك المتصفح عندك هيك، الطريقة سهلة بسيطة جدا. شوف ما أسهل الطريقة، طبعا في بعضكم بيعرفها وفي بعضكم بيعرفهاش. شايف وانت واقف هان، تمسك هيك تضغط بالماوس تسحبها على سطح المكتب، بتنسحب عندك الصورة على سطح المكتب، هيا صارت موجودة عندك. الآن بتقدر الآن هذه الصورة تفتحها على الفوتوشوب وتشوف قديش أبعادها. أو طبعا أنت إذا كنتش مصمم أو ما عندكش في موضوع في التصميم، بتقدر إيش يعني تشوف لك مصمم معاك يساعدك في هذه الأمور. وبارك الله فيكم. مين عنده سؤال آخر من الشباب؟ يعطيك العافية. الله يعافيكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.